فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قال الشيخ البهوتي رحمه الله في الروض المربع: ومن طلق في قلبه لم يقع، وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع. قل مثلا رجل نوى بقلبه أن يطلق وقال في نفسه أنت طالق، ولم يتكلم ولم يحرك لسانه، هل هذا المثل حفظك الله ينطبق على قول المؤلف؟ وهل يقع طلاقه في هذا المثال أو لا يقع؟ ما يقع إلا ما نطق به أو كتبه بقلمه، أما ما في قلبه فلا يقع به شيء. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، شوف، ما لم تتكلم أو تعمل. نعم.